طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة كويت سبورت أينما كنتم. سوف نأخذكم في تغطية خاصة لبطولة الكويت الدولية لسباق السرعة الجولة الثانية، والتي أقيمت على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عرفجان جنوب البلاد. الإثارة والتحدي. ستشاهدونها بقوة في التصفية النهائية، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. تتجدد الإثارة والتحدي من جديد بين أبطال الدراج ريس في الكويت والخليج والعالم في الجولة الثانية من بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة 2019، التي نظمها نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية على مضمار حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات بعرفجان. وذلك بمشاركة 217 متسابقاً من الكويت والخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أول شيء أشكر نادي باسل على التنظيم الزين، وهم الديوان الأميري على الصلح الجميل اللي جمع هالشباب الطيبة وخلانا نشارك، وأشكر السبونسر. والحمد لله مشاركة الأولى كانت زينة، والمشاركة الثانية صارت أحسن، والشباب وتنظيم الشباب اللي موجودين شيء ولا أروع كثاني بطولة. الحمد لله ما في مشاكل، ترك فوق الممتاز. الحمد لله اليوم شاركت حققت 765 أفضل رقم بالفئة، والحمد لله نطمح إن الأول، وإن شاء الله تتكرر هالبطولات أكثر وأكثر عشان تجمع الشباب الطيبة، يعني شيء حلو صراحة. ووصلت عدد الفئات المشاركة إلى 14 فئة، منها 11 فئة للسيارات وثلاث فئات للدراجات النارية. ولا شك أن النجاح الذي حققته في الجولة الأولى فاق كل التصورات، وانعكس بشكل إيجابي على منافسات الجولة الثانية من جميع النواحي بلا استثناء. حيث انطلقت منافسات البطولة على مدار 5 أيام، تم تخصيص اليوم الأول والثاني للتجارب الأولية للبطولة. واليوم الثالث بداية التصفيات المؤهلة للبطولة.
هو اليوم الرابع للتصفيات النهائية للبطولة الذي كان هو المحك الحقيقي للمتسابقين في مختلف فئات السيارات والدراجات النارية، واليوم الخامس نهائي البطولة. وكان جمهور سباقات السرعة على موعد مع القوة والتحدي في مدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث امتلأت مدرجات المضمار عن بكرة أبيها قبل انطلاق التصفيات النهائية من بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة بساعات. وأشعلت فئة 9 إندكس شرارة انطلاق منافسات التصفيات، حيث امتزج هدير المحركات مع دخان التسخين وصيحات الجمهور وشكلوا لوحة فنية رائعة. فواز، هذا فواز ويا محمد. فواز في الفورد الموستنج البنفسجي، ومعنا محمد بالمملكة العربية السعودية في الكورفيت 98 الأزرق. محمد الملاحي من المملكة العربية السعودية، وفواز علي من الكويت. فواز علي فورد موستنج 92 بنفسجي، والملاحي من المملكة العربية السعودية الكامارو الأزرق. فواز جاهز طبعاً الإبليكشن الأول، وانطلاقة قوية لفواز. نتكلم على جزء 9 ثواني، لا تكسر زمن، 9 ثواني و353 جزء من الثانية بسرعة 193. 10 ثواني كانت لمحمد الملاحي، وعنده طبعاً هذا سليمان الفاضل. سليمان فاضل من الكويت، فورد موستنج 2006 اللون أزرق، مع عبد الوهاب. عبد الوهاب فورد موستنج اللون الأحمر. فبانتظار سليمان الفاضل جاهز، يقول لك ستيجن أنا جاهز. عبد الوهاب كذلك جاهز في بلنتي، واضح طبعاً الفاضل، وانطلاقة لتكون طبعاً حق عبد الوهاب. عبد الوهاب 9603. يعقوب وادي من الكويت، محمد الجلاهمة من البحرين. طبعاً هذا واني تعتبر البيك أب أستن طبعاً لونه رصاصي وأحمر والسيلفر. طبعاً يعقوب جاهز والجلاهمة جاهز، زين جاهزين في بلنتي على وادي وانطلاق. طبعاً الجلاهمة واضح أن الإليمينيشن الأول راح يكون هو في 9083. فعلا زمن ممتاز، ويعقوب وادي طبعا عنده بلنتي ولكن زمن ماله 10 ثواني 181. هذا يوسف الحريبي موستنج 86 اللون الاحمر. انا اشوفه باي بروحه. هذا يوسف، سلامة يوسف، لان هذه الفئه لا تكسر الزمن، اذا كسرت الزمن طبعا تطلع انت خارج الحسبة. 9 8 10 بسرعة 219. هذا كان يوسف برو سوبر ستريت. برو سوبر ستريت بي ريدي بليز. برو سوبر ستريت بي ريدي. ما زال عندنا طبعا 90 اندكس اللي هو سليمان مريحل ويا عبد الله مظفر. عبد الله مظفر طبعا اللي هو الكورفت الابيض 2001، والنوفا النوفا البيضاء موديل 65 لسليمان ريعر. جاهزين، انطلاقة فعلا قوية، وسليمان 9228
هذا محمد من المملكة من الإمارات، كذلك ويا خالد من البحرين. نفس فتحات الدعاميات، نفس الجناح، نفس الشكل، ولكن الاثنين جاهزين للستيجينج، ومن البداية للنهاية في تنافس. ولكن أنا أشوف كأن خالد واضح قاعد يروح للنهاية، وخالد 9 ثواني و402، ومحمد كان 9 ثواني و603. ما زلنا في فئة اللانجر إندكس 9 ثواني. محمد من المملكة العربية السعودية، ومحمد دوسري الموستنج الدوسري، وإبراهيم محمد إبراهيم الكامارو. طبعا جميل، عندنا جامب ويل، ولا تكسر الزمن يا محمد. طبعا جامب وايد قوي، 9-1 حلو، 9-4 و10 ثواني و228 لمحمد الدوسري. الاثنين من المملكة العربية السعودية، والاثنين طبعا 9 ثواني. هذا فهد قدادة من الكويت، الموستنج الكامارو 2001 الأسود، والفورد الموستنج 91 الجراي. يا فهد فهد طبعا واضح كذا اللي هو الرياكشن وايد قوي، 9022. وتميز أبطال الكويت في هذه الفئة بكل جدارة. أما في تصفيات فئة 8 إندكس للسيارات، حيث شهدت هذه الفئة منافسة شرسة وتحدي كبير بين نخبة من المتسابقين. محمد كمال من الكويت، علي الجودر من البحرين، علي جودر تسخين جيد، ومحمد كمال من الكويت والبحرين. طبعاً احنا نتكلم على فئة الـ 8-0 الآن، رحنا لفئة الـ 8-0، هذه فئة مختلفة. To the staging area، الاثنين جاهزين. طبعا رياكشن قوي لعلي جودر، واضح الرياكشن والزمن. نتكلم 8 ثواني و340، جزء من الثانية بسرعة 213، وكان لمحمد كمال 8 ثواني و684. نتكلم على 8 ثواني. كذلك قطر فازت في قطر ايضا البطوله الاولى، كان فيها الثالث، ويتكلم على الحين لا يكسر الزمن. اهم شيء لا يكسر الزمن. ممتاز 9، يعني نتكلم على 8055 8055 و 8 22. احنا نتكلم على 8 ثواني و55 بسرعة 259 كيلومتر بالساعة. وسعى كل متسابق إلى تحقيق أسرع زمن من أجل بلوغ النهائي بصورة احترافية وتقديم أفضل المستويات. وتميزت هذه الفئة بالسيطرة الخليجية. محمد البلوشي من الكويت، ويا محمد من محمد خليفة من المملكة العربية السعودية، الموستنج الأزرق. الاثنين جاهزين في نفس الوقت، شوف الاثنين جاهزين، عندنا وايد رياكشن
انت الرياكشن بالنسبه حق احمد كان وايد وايد قوي ما شاء الله عليك. شوف 8 ثواني و292 بسرعه 260 برو سوبر ستريت. اخر نداء برو سوبر ستريت. اخر نداء برو سوبر ستريت. خالد الخالدي وعبد الله. عبد الرحمن العتيبي في الكامارو، كامارو 69 الازرق. الاثنين جاهزين، عبد الرحمن جاهز، واحنا نتكلم على انطلاقه جيده لعبد الرحمن. ويروح لي زمن ممتاز 8 ثواني و365. طبعا كان حق خالد عنده بالستارت كان عنده سكيدنج عالي، لذلك قاعد اتكلم 8 ثواني و365 كانت لعبد الرحمن. ويستمر التحدي وكسر العظم بين المتسابقين في فئة برو سوبر ستريت وفئة سوبر ستريت للسيارات. وامتاز سباق الفئتين بالمحركات الجبارة والسرعة الفائقة، حيث خاض المتسابقون معارك طاحنة في ميدان المضمار من أجل تحقيق أرقام قياسية تكون لهم علامة مميزة في البطولة. حمد قاسم من الكويت، فورد موستنج 2007 لون أحمر ونبيل العيسى، هذا نبيل العيسى فورد موستنج أبيض. حمد قاسم أنا أشوف هذا نبيل الستيجينج جاهز. انطلاقة نبيل العيسى في 843 جزء من الثانية، 5 ثواني و198، سرعة 161 كيلومتر بالساعة. جيد تسكير الإطارات يرفع البوست. فئة السوبر ستريت، سوبر ستريت خليك جاهز على الستيجينج. سيارات ستريت في 8 تو ذا ستيجينج ناو. ف محمد قاسم فورد موستنج 2007 لون احمر. حاليا هذا حسين، حسين من البحرين فورد موستنج موديل 90 اللون ابيض، ويا جابر المغربي من الكويت فورد موستنج 2003 اللون اسود. حسين جاهز، جابر المغربي جاهز، حسين كذلك جاهز، المغربي يقول انا ايضا رافع البوست جاهز. واحنا نشوف الكواليفاينج الثاني، وفعلا من البدايه للنهايه نشوف واو. عندنا جابر المقربي 4 ثواني و231 جزء من الثاني بسرعة 309 كيلومتر بالساعة، وكان حسين هو في 4 ثواني و413 بسرعة 253 كيلومتر بالساعة. حيث هيمن المتسابقون الكويتيون والبحرينيون على المنافسات المؤهلة إلى النهائيات في هذه الفئتين. الاثنين جاهزين، العيدان جاهز، والتناك رافع البوست. طبعا واضح عندك التناك
رايح حق اللي هو 439-4439-4 سرعة 296 كيلومتر في الساعة، وبانعدام 5 ثواني و449 جزء من الثانية بسرعة 170. جابر المقربي في فئة البرو سوبر ستريت الآن، فورد موستنج 2003 أسود. تكلم زمن سرعة في نفس الوقت، فعل بوست four two five four وسرعة 273 كيلومتر في الساعة. نبيل عيسى من المملكة العربية السعودية، وحسين محمد من البحرين. نبيل عيسى فورد موستنج 2001 أبيض، وأيضا 290 فورد موستنج أبيض، اثنيناتهم موستنجات كبير. حسين جاهز، نبيل جاهز، الاثنين جاهزين، يرفع البوش. سكت عندنا عالي، وانطلاقة قوية لهذا حسين محمد، ونروح فور 4 ثواني و360 بسرعة 258، وعندنا كان سكيد كبير لنبيل العيسى. محمد قاسم وفئة برو سوبر ستريت فورد موستنج 2007 اللون الأحمر. محمد قاسم جاهز، طيب ستيج. أربع ثواني 679 محمد قاسم بسرعة 239، 4 ثواني 679. سوبر ستريت عندي محمد المطيري. طبعا الجولة الأولى هو كان البطل محمد المطيري، وياه فرج العدلي. فرج العدلي فرج العجمي انا اشوف فرج العجمي جاهز. طبعا هذا الكواليفاين الثاني في محمد المطيري انسحاب، وفي الحالة فرج هو انطلاقه. خمس ثواني وستمية واربعين بسرعة 202 بالساعة. خالد المطوع من مملكة البحرين فورد موستنج يعني. كان عنده سكيد عالي جدا وانطلاقه. 6 ثواني و589 جزء من الثانية بسرعة 229. هذا عبد الله خداد، عبد الله خدادة سوبر سبيد. وهو على الستيج طبعا يرفع بوست. four three eight six واو فعلا رقم، هذا رقم جميل 4 3
86 سرعة 288 كيلو متر بالساعة. صراحة يعني تتكلم على رقم، هذا رقم يعني يا عبد الله خدادة، عندنا أرقام راح تكسر اليوم، عندنا أرقام جديدة. و 40 اندكس ستيجينج اريا، عودة وياك مرة ثانية، راح ننتقل إلى سوبر ستريت. هذا طلال بن عيدان ويا فرج العجمي، طبعا اللي يطلع يروح للتصفيات. ستيج 2، طلال بن عيدان رفع بوست، مو معقول. ست ثواني و 795 طلال بن عيدان، و 7 ثواني و 8 أجزاء من الثانية للعجمي. كانت طبعا انطلاقة جدا على قولتهم سموث. فورد موستنج أسود 85 تسخين. عندنا ستريت بايكس، عندنا 6 سندر. هذا مزر جاهز، شوف البوست وانطلاقه. أربع ثواني و 384 جزء من الثاني بسرعة 305 كيلومتر بالساعة. خالد المطوع من مملكة البحرين، فورد موستنج الأزرق 2003 ستيجينج. لاحظ عنده سكيد عالي، سوى كنترول، شوف ياخذ لين نهاية، قطع المضمار، ما عنده أي مشكلة. يلا خدادة مع البوست اللايت. فور 4 ثواني و 774 جزء من الثانية، وبسرعة 209 كيلومتر بالساعة عبد الله خدادة. وكانت الجماهير الحاضرة في مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات على أحر من الجمر لمشاهدة سباق فئتي 4.5 Index وسباق Street V8 للسيارات، التي حظيت بمشاركة واسعة من المتسابقين والذين تنافسوا بكل شراسة ليحتدم بذلك الصراع على تحقيق أفضل توقيت في التصفيات النهائية. محبوسة بين الاثنين، قاعد اتكلم على فئة، طبعا هذا اتكلم فئة الستريت اللي بنمسع عن الناديهم، فئة الستريت، هذه فئة الستريت في 8، شوف فئة الستريت في 8، شوف الباور وشوف السرعة اللي في فئة فقط الستريت في 8 للتنجر على طول. شوف ماكو ستيزي، اثنيناتهم جاهزين وانطلاقة قوية. راح تشوف هنا عندنا محمد نقول 7 ثواني و 391 بسرعة 292 كيلومتر الساعة، وكان عبد الله 7 ثواني و 601 في، نتكلم على 297 كيلومتر الساعة. لحظة، جاهز صلاح الدين جاهز معانا،
من مملكة البحرين، وما شاء الله صلاح صلاح الدين خبرة، فكل التوفيق لصلاح صلاح الدين، لأن بعدين راح يتأهل، يا ترى راح يكون منه، هذا اللي راح نشوفه بعدين. انطلاقة ممتازة صلاح صلاح الدين و 7661. عبد الله الحاتم في الكامارو الأبيض، وعندنا هذا محمد محمد سليمان في النوفا الذهبية، والكامارو الأبيض عندنا عبد الله الحاتم. الاثنين انا اشوف جاهز، محمد سليمان جاهز، الحاتم يقول لك ستيجي. واو حلوين. 8331 8 3 3 1 8 ثواني 331 لمحمد سليمان، و12 ثانية و64 جزء من الثانية كانت لعبد الله الحاتم. صلاح الدين من البحرين، آخر نداء برو موديفاي، آخر نداء برو موديفاي، لاست كول برو موديفاي بليز. انطلاقة جيدة، واتوقع زمن هو راح يكون فيه 7 تقريبا، 7 شوف 7 ثواني 640 سرعة 281 كم بالساعة. سباق زين حلو جميل جدا، والتنظيم زين، وثاني جولة شاركني يعني. خلصت إليمينيشن 1 تو، وما حالفنا الحظ، طلعنا من أول رن، إن شاء الله بجولات الجاية تكون أحسن. ناصر الشطي جاهز على الستيجينج، هذا ناصر الشطي جاهز. مبارك العواد الاثنين ما شاء الله شوف على طول الشطي عنده رياكشن وايد قوي، رياكشن طبعا 003 تكلم 003 4 ثواني و625 و220 كم بالساعه، واحنا نلاحظ هناك 232 كم بالساعه اللي كان للعواد، ولكن الرياكشن عندنا لناصر الشطي تتكلم 003. هشام الملة في الكامارو 67 صفرة، ويا الكامارو السوداء لمملكة البحرين علي حاجي. الاثنين يا ترى منه راح يكون الأول بالستيجينج؟ فيرست لايت حاجي ستيجينج الملة. واو سيدة ستيجينج ولي. واو عندك حاجي طبعا كسر الزمن، شوف 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 4498 كسر الزمن، 4561 راحت لي طبعا هشام الملة. لاحظ هذا اللي قاعد نقول، ومع انطلاق منافسات فئة 4.0 Index وفئة Pro Modified للسيارات، كان المضمار أشبه بخلية النحل نظراً لما تتمتع به الفئتين من قوة وشعبية كبيرة من محبي سباقات السرعة، حيث أصوات هدير المحركات لم تتوقف إلا عند خط نهاية السباق الذي شهد مفاجآت مثيرة لتحديد البطل المتأهل إلى النهائيات. عودة وياك مرة ثانية، طبعاً إحنا هنا باسل عباس من الكويت في الكورفت الحمراء، ومحمد دشتي في الفورد الموستنج البرتغالية. محمد دشتي هذه فئة الفورد الآن تكلم فئة الفورد زيرو، طبعاً هذه 4 ثواني فلات.
الاثنين جاهزين على الستيج. باسل جاهز، دشتي جاهز، انطلاقة قوية. 4433 في سرعة 339 كيلومتر بالساعة، و 4568 في سرعة 238 كيلومتر بالساعة. أنت قاعد تتكلم على سرعات عالية جدا. سالم التميمي. أوكي، سعود الصراف في الكافالير الحمراء. موديل 2008 لون احمر كافالير. وسالم التميمي طبعا موديل 41 ويلي لون سيلفر. صراف جاهز، التميمي جاهز. هذه فئه الاربع ثواني، الاثنين جاهزين. شوف الرياكشن، هذا الرياكشن تتكلم عن الرياكشن، لا تكسر الزمن. 4 4 7 5 4 1 3 4. شوف لاحظ بس، ولكن خذ الرياكشن هني عندنا بالنسبة للصراف، خذ 4 ثواني و143 في الثانية. وهذه الفئة تعتبر فيرست كواليفاينج، لهم كواليفاينج ثاني. سالم التميمي ولي 41 سيلفر ويا باسل عباس. كوربيت 63 لون احمر 40 اندكس، هذا تأهيل. باسل عباس على طول. فور 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 ايت بسرعة 255 كيلومتر بالساعة، 4 ثواني 448 جزء من الثانية. محمد دشتي فورد موستنج أورنج، وسعود صغار كوربيت أحمر. سعود صراف كافالير، كافالير 2008. عدل جود. سعود الصراف عندنا 4 ثواني و112 282 كيلومتر بالساعة. كان عندنا سكت قوي حق محمد، نقول له خطاك السو. الآن هذا محمد فارس 67 كوربت اللون اللي هو بيربل يلو. عملية تسليم هذا الحمل رأس مع 69 الكامارو تركي الحميدي أورنج أم بلاك. هذه فئة البرومود، هي أقوى فئة وأكبر فئة. الأخيرة لمحمد. أوه، اثنيناتهم على الستيج. يرفع البوست. شوف 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 3889 حلوين. 324 كيلومتر بالساعة، تكلم على 3 ثواني و889 4 ثواني و423 255 جزء من كيلومتر بالساعة. نشوف شوف شوف شوف. مسلم القلاف من المملكة العربية السعودية. هذا طبعا سكت والفايق. مسلم جاهز،
4160 سرعة 289 كيلومتر بالساعة. سليمان الفاضل ويا سعد المران من مملكة البحرين. سليمان الفاضل في الفايربيرد الزرقاء، الكورفت الذهبي لسعد المران. مران فاضل و رياكشن، فعلا رياكشن واو. احنا قاعد نتكلم 4120 بالنسبه لسعد المران بسرعه 285 كم بالساعه، والرياكشن 076 076 76 جزء من الثانيه كان لسعد المران، وبعدها كان سليمان الفاضل. تركي الحميدي كامارو 69 هذه فئة البروموت، تركي جاهز، كل جاهز، واحد بوز. انطلاقة 3872 بسرعة 324 كيلومتر بالساعة. مسلم القلاف من السعودية. من المملكة العربية السعودية، ومحمد من الكويت. نسلم الله في أكشن قوي، وأيضا احنا نشوف مسلم القلاف 4 ثواني و461. محمد الفرس طبعا عنده سكيد، وفي نفس الوقت باك فاير 9 ثواني 391. نتكلم القلاف 4 ثواني و461. سعد المران وسليمان الفاضل. سعد المران كورفيت 63، سليمان الفاضل فايربيرد بونتياك 68 اللون ازرق. خلاص الكل حابس ويرفع البوز في رياكشن بين الاثنين. شوف 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 واو، من البدايه للنهايه 4088. سليمان الفاضل 4 ثواني و88 جزء من الثانيه، 4 ثواني و95 جزء من الثانيه لسعد المران. يعني صراحه سرعه 287 كم بالساعه. ولم تكن منافسات الدراجات النارية أقل إثارة ومتعة، ففئة برو بايك وفئة سوبر ستريت بايك تنافست دراجون من الكويت، السعودية، البحرين وأمريكا على تحقيق أسرع وقت، حيث تواصلت حدة التحدي حتى آخر رمق من السباق الذي لفت الأنظار نظراً لما يتمتع به الدراجون من خبرة ومستوى فني عال في سباقات السرعة. حالياً محمد العواد ويا مشعل الصبر في فئة البرو بايك. محمد العواد هو الكاربون فايبر سوزوكي هايبوسا 2017، سوزوكي هايبوسا الأسود لمشعل الصبر الحارة اليمين. أصحاب الدراجات النارية 90 إندكس كنوا جاهزين الآن. عملية تسخين عندنا محمد العواد ومشعل الصبر.
العواد صبر الاثنين جاهزين و 407-5 احنا نتكلم مش على صبر 4035 للعواد. طبعا عندنا 5433 كان لرايت ماكوي من الولايات المتحده الامريكيه كانت انطلاقته. اوكي ستريت سوبر بايك بدر بن عيدان ويا امشاري المري. بدر بن عيدان اللي هي سوزوكي هايبوسا ازرق، شوفه هو جاهز كذلك هايبوسا الابيض للمري، وانطلاقه قويه بين الاثنين. بدر بن عيدان شوف انطلاقه وايد قويه 4485 بدر بن عيدان 267 كيلومتر بالساعه، وكان المري 4 ثواني و795 جزء من الثانيه سرعه 245 كيلومتر بالساعه. جهاد الجمل من المملكه العربيه السعوديه، مسفر المسفر من الكويت، سيكل عندك اسود وازرق. فمثل ما نشوف جهاد الجمل مسفر المسفر، هذا جهاز ستيجنج 2. مسفر المسفر جاهز ياخذ السيج الاخير لايت، و طبعا مسفر المسفر انطلاقه وايد قويه والرياكشن ماله فعلا 4 ثواني و488 283 كم بالساعه. احمد بن الكويت اسود الابيض حق احمد، سوزوكي هايبوسا 84، و كاظم العلي دراجة سيلفر، كاظم أتوقع كذلك سوزوكي 2012. كاظم جاهز وأحمد جاهز، في عندنا طبعا انطلاقة كاظم في 4 ثواني 872 جزء من الثانية بسرعة 241 كيلومتر بالساعة، وأنا أشوف أحمد عنده خلل فني. بدر العواد عبد العواد سوزوكي جي اس اسود، وسوزوكي هايبوسا بالنسبه اللونه ابيض ل ريتشارد من الولايات المتحده الامريكيه. ريتشارد طبعا فيري جود رياكشن، ريتشارد 4495 ما شاء الله فعلا فيري جود. كما شهد سباق فئة 9.0 بايك وفئة ستريت بايك منازلات قوية ومثيرة بين الدراجين من الكويت والدول العربية والأجنبية من أجل الوصول إلى النهائيات والظفر باللقب في نهاية المطاف. وجاءت النتائج وتحقيق الأرقام القياسية مواكبة للحدث والتوقعات التي عكست تجهيزهم المميز للبطولة بمستوى احترافي. ما شاء الله التنظيم والحلبة ممتازة، وإن شاء الله نطمح حق بطولات جاية السنة الجاية حق أكثر، وإن شاء الله نكون ندش في فئة ثانية أكبر، ربي يوفقنا يا رب. التجربة الأولى كانت ممتازة لأن كان عدد المتسابقين شوي يعني مو نفس البطولة دي، وحين البطولة هذه أكثر بعد يمكن يعني 100% أكثر، فصار شوي ضغط على التنظيم وهاي، فحق بطولات الجاي إن شاء الله بيكون في مخططات أحسن وأكثر.
وكان مسك ختام منافسات التصفية النهائية لبطولة الكويت الدولية لسباقات السرعة الدراج ريس التي شهدتها مدينة الكويت لرياضة المحركات مع فئة Outlaw 6 سيلندر للسيارات، حيث المتعة والإثارة اشتدت بين المتسابقين الخليجيين بكل قوة وشراسة في المضمار من أجل تحقيق أرقام قياسية والتي تؤهلهم إلى النهائي وحظ الألقاب. يوسف الزيلي، يوسف الزيلي من البحرين، ومحمد يوسف الزيلي لا تنزد الحمراء. هذه طبعا فئة الستة سندر أوتلو. بداية للنص ونهاية عندنا 4.696 260 كيلومتر بالساعة لمحمد، وأحمد كان 5.004 في 190 كيلومتر بالساعة. علي من المملكة العربية السعودية، وكذلك بدر من المملكة العربية السعودية، الاثنين نان زيرو اندكس سيارات. دخولكم الآن عندنا التسخين. هذا علي، بدر داس الجد الخضراء، الاثنين جاهزين وبدر جاهز و خلاص. هد جميل، يعطيك العافية بدر، يعطيك العافية بدر. وطبعا بدر عنده كواليفاينج ثاني. جاسم زمان من الكويت، وعندنا نواف من البحرين 8-0 إندكس. خمس دقائق من الآن 8-0 إندكس. بانتظار طبعا جاسم ونواف الاثنين ستيجينج. طبعا اللي قاعد تشوفهم هذه فقط 6 سندر على فكرة، مو 8. فئة الستة سندر فواز علي، فورد موستينج، كحلي. فواز جاهز، عبد الوهاب كذلك جاهز، الاثنين جاهزين. طبعا نانجرو اندكس عندنا جمب وعندنا ستارت من البداية للنهاية، وعندك الحين لا تكسر الزمن. ويا ترى منو فيهم فواز؟ نانجرو 1-3-0. وبالنسبة للي عبد الوهاب 9 ثواني و439 جزء من الثانية. يوسف الحريبي من الكويت، وهذا محمد الجلاهمة من مملكة البحرين. الجلاهمة هو الوانيت الاس 10 بيك اب. الاثنين جاهزين. فانتقالية على طول محمد الجلاهمة 9046 ممتاز 9046. ويوسف طبعا يقطع المضمار. هذا يوسف من مملكة البحرين نيسان زد. ستة سندر ويوسف في عندنا سموك عادي، ماكو شيء. انا يوسف اشوفه وصل للنهايه تقريبا، عنده سموك ووقوف لازم تشيك. ب
بذلك وصلنا معكم إلى ختام تغطيتنا الخاصة لبطولة الكويت الدولية لسباق السرعة الجولة الثانية.